اذا انتوا حابين تعالوا انتوا التنتين مع بعض. حط اسمه على مناخير وقعد جنبه وحطيته على يعني عمليه انتحار حاول ينتحر. قال لي عندي شقه خاصه وراح تعجبك. انها الانسانيه ايها الساده لو تعلمون، فحين ينعدم في النفس الضمير ويتغشاه أنياب الذئاب فتذهب لتنغرس مخالبهم في جسد ضحية لم تكن سوى فريسة للبؤس الذي صارت عليه، وكيف ماتت في أعقاب الحاجة التي اقتحمت بيوت الفقراء فأزدلت عليهم بعض الذئاب البشرية ستار الكرامة، وهتكوا سترها وأخفوا جثتها في مقابر الدناءة غير آبهين بأخلاق أو دين. فعن أي إنسانية تتحدثون؟ تابعوا معنا هذا التحقيق. أصل هو سبعة بحجة غير مؤهلين وغير مطابقين للشروط الوظيفية. يجي تفصل واحد بعد 10 سنوات بدون سبب، يعني هذا الظلم بعين. توظيف بعض المقربين له، هل هو أجا بعد ما تنفصل؟ صحيح بعد ما صحيح، بس كان محضرهم هو قبل الفصل. السبب الرئيسي لفصلنا انه في من عنده من المقربين بده يوظف. واحد في رفح، انا لسه امبارح مكلمه اللي هو العبس من رفح، ابنه انتحر من القصه، يعني عمليه انتحار حاول ينتحر. راجل عنده 13 نفر كلهم يعني اولاد صغار. لم يكتفي المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بفصل 70 من العاملين في الوزارة، إنما قام باستبدالهم بسبع أسماء جدد من بينهم أخته وأخيه وبعض المقربين منه. الأدهى من كل هذا أن من قام بتعيينهم يتقاضون مخصصات من التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى رواتبهم كعاملين في الوزارة. طلع لي عقد 6 شهور في وزارة الشؤون وكنت أشتغل في قسم اللي كان مسؤولها يومها أحمد. بعد هيك حاول يتقرب مني المدير اللي هو لؤي، وأنا كنت أصده دائما ومسؤول القسم أحمد. أجاني بقول للمدير لؤي بده يعمل لك عقد دائم ضمن برنامج الغذاء العالمي، طبعا من باب إني أتقرب من لؤي. فعلا بعدها كلمني أحمد بقول لي انت الان موظفه رسميه ببرنامج الغذاء العالمي. قلت له تمام، بس انا ما مضيت على عقود ولا بعثت لك السي في تبعي. قال لي كل شيء عندنا جاهز موجود. وبعدها فعلا نزل لي شهرين راتب وصار يجيني لؤي على المكتب يقعد عندي وصار يقول لي انا بدي اياكي وعملت لك العقد عشان تكوني عندي وجنبي، وصار يكلمني على الواتس. ومره قال لي عامل حفل خاص وتعالي، انا رفضت اني اروح له. بعد هيك بعث لي بقول لي انا بدي اصارحك بشيء. قلت له تفضل استاذ لؤي. قال لي انا من اول ما شفتك وانا حيصان عليك، ومن اول ما شفتك وانت داخل راسه بدي اياكي. اذا زوجك بيطلع كثير من البيت رنيلي بقى اجي عندك على البيت. طبعا هو كان بيبعت على الواتس وبيحذف بسرعه لانه محامي وحريص جدا. فانا قلت له عيب عليك الكلام هذا وحرام له. هو بيقول لي تعمليش فيها شيخ، الكل اللي بالمكتب. فانا خجلت طبعا، طفيت جوالي وما عرفت ارد عليه لانه بجد انسان حقير ووسخ. بعدها صار يبعت لي وانا ما ارد عليه، وقعدت يومين ما اروح على الشغل. كلمني بيقول لي ليش تقلقان علينا، والله لا اعمل لك اللي ما انعمل. وقال لي بدي احول لك عقدك من عقد برنامج الغذاء العالمي على الكادر الحكومي، يعني بصير موظفه رسميه بس بشرط واحد. قلت له شو الشرط؟ قال لي عندي شقه خاصه وراح تعجبك وانت لحالك حتصير تقولي لي يلا نروح عليها. قلت له مشان الله انا ما الي بالكلام هذا، بدك تمشي لي عقدي وانا ماشي جنب الحيط كمل، ما بدك انا مالي بالقصص والوساخه هاد. هو بيقول لي ماشي انا بورجيك، وسكر الخط بوجهي. ثاني يوم كلمني احمد بقول لي ابو زهير اللي هو لؤي لغى عقدك وفصلك من الشغل. بقول له ليش طيب شو عملت؟ قال لي ما بعرف، روح ورجعي. رحت على الوزاره على مكتب لؤي، قلت له ليش انت فصلتني من العمل وانا ما قصرت بشيء؟ اللي هو بقول لي بس انت قصرت معي انا. فقلت له انت احقر واحد مر علي بحياتي وبديش كل شغلك، بس انا بأثق فيك استاذ يوسف وانا جاهز احكي الكلام هذا لحد الثقه من المسؤولين، لاني بعرف كثير بنات وقعوا معه وغلطوا معه مشان لقمه العيش وكثير منهم مطلقات. ومن خلال مصادرنا الخاصه توصلنا الى الكشف الخاص بمشروع الايجار المقدم للاسر الفقيره بتمويل من منظمه قطر الخيريه، حيث استفاد من هذا المشروع 49 اسره ولكل اسره 1100 دولار. الغريب فيما ذكرناه أن الاستفادة من هذا المشروع تكون لمن هم ضمن الأسماء الموجودة في كشوفات التنمية الاجتماعية أو على الأقل ضمن برنامج قائمة الانتظار التابع للوزارة. فكيف للمفوض العام للوزارة أن يقوم بوضع 10 أسماء ليس لها وجود ضمن كشوفات الوزارة أو على قائمة الانتظار؟ وصارت بعض الإيحاءات الجنسية تطلع منه، وصاحبتي طبعا عجبته أكتر، ويعني هو كان عن شيء تاني بيحكي يعني، وكل ما نحكي بموضوع رسمي يغير الموضوع لإشي تاني، يعني يلف ويدور في الحكي على كلام تاني. وصار يحكي إنه الست كل إشي حلو فيها، كل إشي جميل فيها، من راسها لرجليها لكلها كل إشي فيها حلو. طلب بشكل واضح إنه قاعد يحكي
انه انت عجباني وانا مشتهيكي وانا كذا وانا حبيت جسمك وهيك فيكي دفى وفيكي وهدوءك وجمالك. طلب شهاداتنا بعثنا له اياها، طلب صورة هوية بعثنا له اياها، طلب اوراق رسمية وبعثنا له اياها. فصار هو عم يقول لي اقنع صاحبتك انها تيجي، انا بدي اياها، انا مشتهيها، انا نفسي فيها، انا يعني انا بدي اياها تيجي مثلا، انا بدبر مكان ومن هالحكي يعني. اللي هو قال وقتها قالنا اذا انتم حابين تعالوا انتم التنتين مع بعض. حتى احنا لما طلعنا من عنده من المكتب قعد يحكي لنا، طبعا اللي صار بالغرفه هذا ممنوع تحكوا برا، ممنوع تحكوا للسكرتيره حتى بالتحديد. أما بما يخص مشروع القصائم الشرائية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والذي يستهدف الأسر الفقيرة ومتضرري فيروس كورونا لمدة 4 شهور، فقد وصلنا إلى المعلومات الكاملة للمستفيدين من هذه القصائم، وقمنا بالتحري عن بعض الأسماء بطريقة عشوائية، وتفاجأنا بوجود بعض الأسماء التي لا تستحق، كالذي يمتلك محل لبيع المجوهرات أو لمصانع بيع مواد البناء أو موظف بلدية أو يمتلك مباني للإيجار أو بعض المسؤولين في غزة. فلماذا لم يراعي المفوض العام للوزارة أحوال الناس وفقرهم الذي أكل أجسادهم؟ أم أن منح الأغنياء بعضا من الامتيازات له اعتبارات أخرى؟ رحت على شؤون الاجتماعية لأني مطلقة، وآخر مرة رحت عليهم دخلون على لؤي، قلت له يا اخو انا وضعي 1 من 3، انا مطلقه بدي اسجل في الشؤون الاجتماعيه. قال لي الامور صعبه والبرنامج مغلق، بس هات بياناتك. وصار يقول لي قديش عمرك وسبب طلاقك وطلب رقم جوالي واعطيته. كلمني على الواتس بيقول لي ما شاء الله عليك انت بتخط في القلب، وهذا اللي طلقك بفهمش وفيش عنده زوج. قلت له الله يبارك فيك هذا نصيب الحمد لله. بعدها كلمني قال لي تعال على المكتب بدي اخذ منك شويه معلومات. رحت له لو قال لي انت الحين حطيت على قائمه الانتظار وانا بدي اعجل في موضوعك. قلت له الله يسعدك ويسترك يا رب. كان قاعد على مكتب واجى لف وقاعد قبالي وصار يحكي له والله اشتقت لك من يوم ما شفتك وانا بفكر فيك. قلت له الله يبارك فيك، شو المعلومات اللي بدك اياها مني؟ لان بصراحه قاعدين بالمكتب لحالنا وانا خفت كثير وصرت ارجف. المهم هو حط اصبعه على مناخيره وقعد جنبه وحطيته على سريره، وانا قلت له شو المطلوب مني؟ اهلي بيستنوا فيا. هو بقول لي انا بدي اقول لك شغله، اعتبري موضوع الشؤون منتهي والشهر الجاي ينزل لك، بس عندي شقه وراح تعجبك كثير بنروح انا وانت عليها. لو اجى واحد من برا ودخل وانا طلعت من المكتب ما رجعت له ثاني، انا ما كنت بعرف انه في هيك بني ادمين، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اللافت للانتباه ان احد العاملين الذين تم تعيينهم من قبل المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية كان قد فصل من عمله قبل 2 بسبب تورطه بشبهات فساد في المنحة العمانية بعد نشر الزميلة هاجر حرب تحقيقها حول المساكن الشعبية. تلميحاته انه كلها تلميحات جنسية، انه انا بحب النسوان، بحب كل حاجة في النسوان. هذه كلمة طبعا يعني أنا تفاجأت في كلامه، جريء جدا يعني، هذه مش جرأة، وقاحة. هو حكى لنا كلمتين جوهريات، قال لنا الست المرأة بالنهاية ضعيفة، يعني بالنهاية شكله من تجاربه مع النساء وحاجتهم للمادة وللفلوس وللمساعدة، وبالنهاية إيش ما توصل المرأة بتخضع له. وبقول لي أنت في أي يوم بتكوني بحاجة، في أي يوم بتكوني بحاجة أنك تحكي مع حدا، تفضلي لحدا، بحاجة أنك يعني من تعبيراته طبعا الوسخة، أنا حيني موجود وأنا أكون سطر وغطى عليك. وسخ إنه بالأول بتطمع البنت إنه بيقدر يساعدها بكل إشي، وطبعا بطلب منها أشياء إذا هي رفضت زي ما أنا رفضت ما ساعدني بأي شيء. قال إنه بحب نوع معين من البنات وبحب كذا كذا في البنات. رسالتي إنه الكل بيعرف وعارف أسلوبه. ليش ضايق هذا الراجل في هذا المكان؟ ليش هذا في إيده صلاحيات كتير؟ ليش في إيده صلاحيات كتير بإيده يأذي بنات ناس؟ بإيده يوقع بنات ناس؟ هذا الراجل مش لازم يكون في هيك مكان، مش لازم يكون معاه صلاحيات يقدر يحكم فيها مقابل الهدف لإله براسه. وبعد ما وردنا من معلومات حاولنا التواصل تكرارا ومرارا مع المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، لكنه لم يستجب لأي من اتصالاتنا المتعددة سواء اتصال مباشر أو عبر الواتساب، وذلك من أجل تقديم مساحة له في الرد على ما عرضناه في التحقيق، وهذا ما أوضحناه إليه عبر عدة رسائل نصية، لكن لم يستجب إلينا بعد كل ذلك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد أنهينا تحقيقنا هذا، وحرصا منا على أعراض أخواتنا ونصرة للمستضعفين منا،
فإننا نهيب بسيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالإشارة إلى تصريحاته بالأمس القريب بخصوص محاربته للفساد، فنرجو من سيادته اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل الحقوق والتي تعمل على محاسبة كل من تسول له نفسه بالمساسب المكلومين من أبناء شعبنا. والجدير بالذكر أننا قمنا بتقديم كافة الأدلة والمعلومات للجهات المعنية بهذا الشأن، ونتمنى أن تجد هذه القضية العادلة مسارها الصحيح. كان معكم يوسف خليل حسان، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر إن ضلينا عايشين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.